مهارات اعتبارات المخاطر، مهارات اعتبارات المخاطر أو اعتبارات المخاطر. طبعا يا زملائنا، لا يكفي أني أنا أدرس أي مشروع هندسي من وجهة نظر فقط كيفية التنفيذ ومراحل التنفيذ وكأن البيئة مثالية. لازم أنا أتوقع أنه ممكن يصير عندي قيود أو حوادث غير محسوبة. لازم يكون في عندي تحضيرات مسبقة لأي حدث طارئ يؤثر على عمل المشروع، واضح؟ لازم يكون في عندي دراسة تأخذ بعين الاعتبار القيود أو المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها المشروع. فالمخاطر التي يتعرض لها المشروع هي أي حدث عارض يعترض عمل المشروع، غير متوقع وغير محسوب أو ما هو معروف الوقت بشكل مفاجئ. فهو عبارة عن مجموعة من الإمكانات، إذن مجموعة من الإمكانات المميزة التي تبين مخاطر المشروع بالنسبة للقائمين على العمل. طبعا المسؤول عن إدارة المخاطر بيكون في شخص هو مسؤول عن هذا الموضوع، هو بيستخدم طرق تحليلية للكشف عن المخاطر المحتملة، potential risk معناتها المخاطر إيش؟ المحتملة، للكشف عن المخاطر المحتملة، ويشرح هذه المخاطر لأصحاب المصلحة ضمن المؤسسة. إذن مدير القسم أو مدير المسؤول عن المخاطر في عنده طرق بيستخدمها، قد يكون داتا معينة من المشروع نفسه، قد يكون من الواقع المحيط، فيكشف النقاب عن المخاطر المحتملة التي يمكن أن تحيط بالمشروع، وبالتالي بيشرحها لأصحاب المصلحة. على سبيل المثال، هذا الشخص المختص بهذا الأمر قد يكون لديه استقراء بأنه سيكون هناك نقص في التمويل في المرحلة القادمة. نقص التمويل سيؤثر على سير المشروع، فلازم يكون في عنده حلول، يقدم حلول لعمل المؤسسة أو عمل المشروع بحيث أنه المشروع ينجز بالشكل الأفضل. هناك سبع مخاطر معروفة في المشاريع، عندنا سبع مخاطر، سبع مخاطر في المشاريع، يعني ممكن تحصل لأي مشروع. الخطر الأول نفاذ المصادر، stretched resources، يعني نفاذ المخاطر، عفوا نفاذ إيش؟ نفاذ المصادر. نفاذ المصادر قد يكون هناك نفاذ بالمواد الأولية للمشروع، يعني مثلا في عنا مشروع بناء، ولكن قد يحصل عنا مشكلة باستيراد الإسمنت، قد يحصل عنا مشكلة باستيراد الحديد في لحظة معينة، ممكن يصير عنا إشكالية في التجارة، ممكن يصير عنا مثلا حرب إقليمية، ممكن أي شيء. فالمصادر اسمها resources. شو اسمها؟ resources. stretched resources يعني نفاذ المصادر، نفاذ المصادر. هذا المخطر الأول. المخطر الثاني هو الحوادث التشغيلية، يعني ممكن يصير في عندنا مشروع قد يكون مثلا عم ننفذ مثلا خطوط إنتاج، فممكن يصير عندنا حوادث ضمن المشروع. يعني مثلا مثال، ممكن يكون عندك رافعة، وهي الرافعة انت
يعني رافعة اسمنت مكلفة بهذيك القيمة، فممكن هاي الرافعة يصير فيها إشكالية كبيرة فبتعطل عمل المشروع. الحوادث التشغيلية هي الحوادث اليومية التي تحصل في المشروع، يا أما مثلاً آليات معينة صار فيها مشكلة، يا أما عامل صار له مشكلة، ممكن أحد العمال بالمشروع يكون صار له مشكلة، فهي حوادث تشغيلية بتصير بالمشروع. ثلاثة، low performance، الأداء المنخفض. مشروع قد يكون مثلاً مدته 6 أشهر أو 3 أشهر ولكن انخفض أداء العمل بسبب ظروف طارئة، قد تكون حصلت فيضانات في المنطقة، هاي الفيضانات أثرت على عمل المشروع، أو ممكن مثلاً يعني صار أي أمر. المخطر الرابع هو lack of clarity. طبعا lack معناته فقد، lack فقدان، clarity الوضوح، يعني ممكن يكون في تفاصيل يعني ما كثير واضحة بعمل المشروع، فهي التفاصيل أحيانا بتأثر كثير على مستوى الأداء. إذا عدم وضوح الهدف من المشروع أو مراحل المشروع أو كل مرحلة وميزاتها وطريقة تنفيذها، ممكن هاي النقطة بحد ذاتها تكون ما واضحة، حتى المتعهد نفسه ممكن ما هو عرفان يعني شو هي المرحلة التالية وشو ارتباطها بالمرحلة السابقة. المرحلة اللي بعدها scope creep، يعني معناتها زحف النطاق. ما معنى زحف النطاق؟ عندما تذهب متطلبات المشروع أبعد، بيوند معناتها أبعد من تلك المتضمنة في المخطط الأساسي للمشروع، بدون أن يتم السيطرة عليها أو يتم قياسها أو ضبطها، يدخل المشروع بما يسمى زحف النطاق. يعني صار في هدر، طبعا هلا هو الهدر أحيانا ما بيكون يعني هلا مثلا عم بقول لك زحف النطاق ممكن يكون نتيجة إضافات مزايا إضافية للمشروع أو موضوع التكلفة أو المصادر أو مثلا الحاجات الشخصية للمشروع بطريقة يعني بحيث أنه ترضي الحاجات الشخصية. يعني مثال، أنت لما عم تعمل مشروع مثلا مبنى، بدك تحدد شو هو نوع الحديد وشو هو نوع التمديدات الكهربائية، شو هي مقاطع الأسلاك، شو هو عدد المراوح بالغرفة، ما هيك؟ بيجي واحد شو بيقول؟ أخي تعالوا لحتى نزيد مروحة بكل غرفة، تعالوا لحتى نغير مثلا فلان شغلي ونحط فلان شغلي، شو صار بالتكلفة؟ زادت. اجوا على الميزانية، طلعت الميزانية أكبر من الميزانية الموضوعة، شو صار عندي بهالحالة؟ زحف النطاق. هناك متطلبات إضافية حصلت في المشروع لم تكن موجودة أساسا أو لم تكن محسوبة أو لا يمكن قياسها. طبعا ممكن يكون صار في عنا عملية فساد، سرقة، ولكن سرقة موصوفة، يعني سرقة ممكن تكون هذه سرقة تحت بند رسمي، يعني ما فيك أنت تقول سرقة، لكن هو بالحقيقة صار في عندك سرقة. يعني مثلا ممكن أنا أكون جايب إما خفضت التكلفة، خفضت المواد وحطيت كلفة أكبر، أو أنا جبت مواد معينة
ولكن أنا رحت تعاملت مع تجار السوق السوداء وقلت لهم أخي تعالوا لنلعب بالفواتير، أنتوا بتحطوا المبلغ اللي اشترينا فيه اليونيت الوحدة مثلا بواحد دولار، ولكن هي تكتب على هي سعرها الحقيقي مثلا نصف دولار، فصار في عندنا تكلفة على مين؟ على ميزانية المشروع. هذا اسمه شو؟ زحف النطاق، هاي كوست. هاي كوست بيختلف عن زحف النطاق. زحف النطاق يتضمن تكاليف إضافية، لكن عادة بتكون نتيجة سوء إدارة أو سوء تنفيذ، بيصير تكاليف إضافية، إما فساد أو تلاعب أو أنه صار في مزايا إضافية، هذا زحف النطاق. أما الهاي كوست بيجي نتيجة سعر الصرف. يعني مثلا لما نحن حسبنا المشروع اعتبرنا أنه المشروع مدته 3 أشهر، قلنا أخي من هون لثلاثة أشهر الليرة التركية ما رح تنخفض أكثر من مثلا 1%، هيك اعتبرنا. ليش؟ عم ندرس وضع الليرة التركية مثلا من سنة، يعني من هون لثلاثة أشهر كانت 32.5، خليها تكون صارت 33.5 مثلا. جينا بعد ثلاثة أشهر أو قبل ما ينتهى المشروع صارت الليرة الدولار بأربعين ليرة، ونحن عم نشتري مواد ونحن الفاندينج تبعنا بالليرة التركية، فشو بده يصير بالمشروع؟ يعني بده يخسر. هاي الحالات كتيرة، يعني مثلا نحن تايم كرانش، قيود الزمن أو مشكلة الزمن، مشروع تم دراسته على أنه يخلص خلال 3 أشهر لأسباب قد تكون موضوعية، قد تكون مقصودي، قد تكون غير مقصودي، قد أي سبب تأخر تنفيذ المشروع، ما تنفذ لبعد 6 أشهر، هذا ترتب عليه مشاكل، ما هيك؟ يعني عساس تتسلم الغرف للناس مثلا بعد 3 أشهر ما تسلمت لبعد 6 أشهر، تكلفة زيادة، هدر، أمور إدارية، لجان، تسليم، استلام، هذا كلياته عبارة عن إيش؟ مخاطر. المقابلات، طبعا المقابلات شيء مهم جدا جدا بالتحليل النوعي للبيانات. يعني أنت لما بدك تعمل أي تحليل أو حتى لما بدك تعمل يعني مقابلات للعمل أو غير العمل، ففي شيء اسمه انترفيوز، المقابلات. المقابلات الهدف منها هو جمع البيانات، داتا كوليكشن. شو الهدف من المقابلات؟ يعني أنا ليش بدي قابل واحد؟ بس لحتى نشرب شاي؟ لا، بدي يكون في إني أنا أحصل منه على بيانات. أنا مبارح مثلا كان عندي جلسة نقاش مركز لأحد الباحثين، ضلينا ساعة كاملة بيوجهونا أسئلة ونحن منجاوب. تعتمد على الأسئلة وعلى جمع مجموعة من البيانات حول موضوع معين، فهي طبعا في عنا عدة أنواع للمقابلات، في عنا 4 أنواع للمقابلات. كم نوع؟ عنا 4 أنواع للمقابلات. في عنا مقابلات نصف يعني مجهزة أو محضرة أو مسبقا، يعني مجهزة مسبقا مهيأ لها، يعني نصف محضر لها. سيمي معناته نصف. شو معنات سيمي؟ شو معنات سيمي؟ نصف. شو معنات مقابلات يعني محضرة بشكل جزئي؟ هيك بخلينا نقول محضرة بشكل جزئي. قال هناك مجموعة من الأسئلة تكون محضرة بشكل مسبق، يعني أنا قبل ما أقابل الشخص شو بساوي؟ بحضر له أسئلة، جزء من الأسئلة وليس كامل الأسئلة. ربما في أسئلة معينة أنا تخطر ببالي أثناء المقابلة، فهي اسمها مقابلات محضر لها بشكل جزئي.
هناك مقابلات غير محضر لها أبدا، يعني غير مرتبة بشكل مسبق، تمام؟ هي بسموها أو المقابلات التي ليس فيها أي تحضير مسبق للأسئلة. النوع الثالث عندنا فوكس جروب انترفيوز، مقابلات على شكل مجموعات مركزة، على شكل إيش؟ مقابلات على شكل مجموعات مركزة. الأسئلة توجه إلى مجموعة، توجه إلى المجموعة وليس إلى شخص. المقابلتين اللي حكينا عنهم النصف هاي بتكون فردية face to face، أما هاي المقابلات شو بتكون؟ مع مجموعة. مع إيش؟ مع مجموعة. focus group interviews. النوع الأخير focus group discussion، يعني ممكن نعتبر الفوكس جروب ديسكشن هلا هو نفس الانترفيوز، بس يعني بالعادة بيسموها فوكس جروب ديسكشن، يعني إما هاي أو هاي نفس الشيء نفسها. الفوكس جروب ديسكشن اللي هي جلسة النقاش المركز هي عبارة عن أسلوب بحثي. مين بيلجأ له؟ الباحثين. يعني مثلا أنت عم تعمل بحث معين عن مثلا أسباب عدم التزام الطلاب بالدوام بالجامعة مثلا، هذا بحث، هذا بحث. أنت للوهلة الأولى ممكن تقول إيه معروف السبب، الناس عم تشتغل. ممكن أنت هيك لحالك تقول هذا موضوع ما بده بحث، الناس عم تشتغل. لكن أنت لو جيت بحثت في الموضوع رح يطلع معك أسباب كتير بتريدوا عد لكم إياها؟ طيب، أولاً في جزء من الطلاب عم يشتغلوا، مظبوط؟ في جزء من الطلاب ما معهم ثمن المواصلات. يا أخي في طالب بيجي بيقول لك خيو أنا بدي حط 50 ليرة على الأقل روحة رجعة. 50 ليرة يعني بدي حط لي 300 ليرة بالأسبوع، يعني بدي حط 1200 ليرة بالشهر. طيب ال 1200 أنا ما عندي منهم 100 ليرة بالشهر ما عم يدخل، منين بدي أجيب ال 1200؟ مظبوط لا؟ هيك حالات موجودة، هيك حالات موجودة. رقم 3، في جزء من الطلاب ما عم بيداوم، ربما في عنده وضع بالمنزل، عنده أهله، عنده والدته، عنده يعني ففي أسباب كتير لعدم الدوام. بالنسبة للفتيات أيضا هون اللي بيعملوا الأبحاث بيريدوا يشوفوا رأي البنات ورأي الشباب. البنات رح تلاقي جزء من البنات مثلا عندهم عائلة متزوجات، ما بيحسنوا يجوا يتركوا أولادهم يجوا على الدوام. في بنات عم يشتغلوا، ففي بنات ما بيأمنوا على حالهم، يعني بيخافوا من الطريق كمان، هذا مخطر موجود. اللي عم تجي من مكان بعيد ولحالها بتقول لك أخي أنا والله صعب علي أجي وما في سكن. فإذا هذا منين نحن مناخده؟ من مجموعة النقاش المركز. أنا مبارح قلت لكم كان عندي جلسة نقاش مركز، كنت أنا مدعو إلها، يعني في ناس دعوني لجلسة النقاش المركز. ففي جلسة النقاش المركز هناك مجموعة صغيرة يتم طرح الأسئلة عليها وتجاوب بطريقة. فطبعا moderating settings يعني يجاوب ولكن بشكل مضبوط من قبل من يسأل. يعني أنت ما هو مسموح لك بجلسة النقاش المركز أنه والله هيك يعني تبحر بالكلام وتستطرد بالكلام لا. لماذا؟ لأنه جلسة النقاش المركز ستخضع إلى التحليل، فهو رح يأخذ منك البيانات. وبالعادة بجلسة النقاش المركز بيكون عندنا آلة تسجيل بيسجلوا صوتك. ليش؟ لحتى ياخذوا كل كلمة أنت عم تحكيها وبيروحوا بيخضعوها لبرامج التحليل لحتى يستخلصوا منا البيانات المهمة اللي بتعطيهم الأجوبة الهامة. واضح؟ يتم اختيار المجموعة بناء على اعتبارات مسبقة.
يعني أنا ما بشوف 4-5 هيك لا على التعيين بقولهم خيوب بكرة عنا جلسة نقاش مركز تفضلوا، لا أنا بدي يكون محدد الأسئلة وبناء على الأسئلة بدي أختار الأشخاص. مثلا هذا الموضوع اللي حكينا عنه موضوع دوام الطلاب، أنا ممكن أخذ طالب من الهندسة المعلوماتية وطالبي من الهندسة المعلوماتية، طالب مثلا من العلوم السياسية، طالب من الحقوق، طالب من الشريعة. إذن لازم يكون في عندي تنوع بالاختصاصات لحتى شوف أنا هل التخصص يلعب دور بهذا الموضوع ولا لا. And the questions are designed to shed light on a topic of interest. الأسئلة لازم تتصمم، لازم تتصمم الأسئلة بحيث تسلط الضوء على الموضوع المطروح. يعني أنا سألت أسئلة، أنا لازم هاي الأسئلة تكون هي بالفعل يعني توضح الصورة تماما للموضوع اللي أنا عم ببحث عنه، صحيح؟ فاختيار الأسئلة البحثية كتير مهم، كتير مهم الاختيار الأسئلة البحثية. طبعا جلسة النقاش المركز تأتي بعد المقابلات، بعد ورشات العمل. تأتي بعد إيش؟ يعني أنا بعمل ورشة عمل، من ورشة العمل طلع معي عدد من الأفكار، طلع معي عدد من الأفكار، أنا بعد ورشة العمل ممكن ألجأ لجلسة النقاش المركز مشان ضيق، أعمل ناروينج، أعمل إيش؟ يعني بتكون الصورة هيك عريضة، بعدين أنا شو بساوي؟ بجلسة النقاش المركز أنا بضيق الصورة، ضيق المجال. تعتبر جلسة النقاش المركز خيار جيد إذا كان أولاً إذا أنت كنت مهتم بموضوع الزمن، أو خلينا نقول يعني إذا كنت أنت مهتم بأجوبة تحصل على أجوبة. هلأ أنت بالأساس كان في أجوبة ما هي مفلترة. شو معنات ما هي مفلترة؟ يعني أجوبة ليست تعطي الإجابة الصحيحة بشكل كامل. أنت حصلت على إجابات كتير بس بصراحة الإجابات غير مفلترة، ما هي مقسمة، لا تجاوب على الأسئلة بشكل منظم. فأنت بهالحالة هاي بتكون جلسة نقاش مركز بحيث تحصل على إجابات محددة بدقة. 2، لما بتكون أسئلتك فيها نوع من المشاعر أو المواقف، أو إذن لما بتكون أسئلتك فيها نوع من المشاعر أو التصورات ولا يمكن الإجابة عنها ببساطة yes or no. يعني بعض الأسئلة لا تحتمل الإجابة فورا yes or no، مزبوط هالكلام ولا لا؟ فهذه تحتاج إلى جلسة نقاش مركز. لما بتكون أنت واثق، سبب ثالث، لما بتكون أنت واثق أنه مجموعة مصغرة، طبعا الورشة بتكون عددها كبير، لما بيكون في عندك جلسة نقاش مركز فبيكون عندك القناعة بأنه مجموعة مصغرة ستعطي أكيد إجابات أفضل، ستعطي أكيد إجابات إيش؟ إجابات أفضل. 4، أنت تنشد، seeking تنشد، أنت تنشد معلومات مباشرة محددة تساعدك في كشف الغطاء عن الأفكار البحثية المستقبلية أو عن الأسئلة الجديدة. يعني أنت بدك أسئلة محددة، ما أجوبة محددة، ما بدك أنه والله هيك بالورشات العمل يا شباب بيصير يعني تشويش، كل واحد بتلاقيه بيتداخل مع الثاني بالكلام، ما بتحسن تضبط الوضع. أما بجلسة النقاش المركز اللي بيكون فيها 4-5 أشخاص
عم يسأل سؤال محدد وعلى طاولة، ويفضل أن تكون طاولة مستديرة تمام مشان يكونوا الكل عم على مسافة واحدة ومسموع الصوت للجميع، فبتكون الأجوبة إيش؟ محددة. الأجوبة بتكون إيش؟ محددة. مقارنة، رح نعمل مقارنة بين الأنواع الأربعة من المقابلات. المقابلات المحضر لها المقابلات المحضر لها structured interview، المقابلات المحضر لها بشكل جزئي، المقابلات غير المحضر لها، المجموعات المركزة. طبعا مثل ما نكون شايفين بالنسبة للأسئلة الثابتة بتكون، يعني الأسئلة الثابتة اللي بتكون محددة وثابتة عددها ما بيتغير، تكون عدد الأسئلة ثابت ما بيتغير السؤال، في سؤال بده ينسأل ما بيتغير السؤال، يعني ما بيجوا لوقت المقابلة بيقولوا تعالوا نغير هذا السؤال، عرفت؟ عندك المقابلات المحضر لها بشكل مسبق بشكل كامل أو بشكل جزئي أو المجموعات المركزة، هذا السؤال الأسئلة اللي بتكون موضوعة ما بتتغير. لماذا؟ لأنه هي أسئلة بحثية. يعني أنا هلأ أعطيكم مثال، البحث اللي عم نشتغله فيه أربع أسئلة بحثية، كويس؟ أربع أسئلة، هل أنا أستطيع غير الأسئلة؟ ما بحسين، ولا الفريق اللي معي بحسين يغير الأسئلة. الأسئلة وضعت بعد نقاش مع الفريق مع المشرفين، فما عاد أنا عندي قدرة أني أغير الأسئلة. يعني ما بجي أنا والله بسأل واحد سؤال يعطيني إجابات لشيء لسؤال أساساً ما هو موجود. اثنين، بالنسبة لترتيب الأسئلة، بالنسبة للأسئلة المحضرة مسبقاً، عفواً الورشات المحضرة مسبقاً، ترتيب الأسئلة ضروري، يعني السؤال الأول السؤال الأول، الثاني الثالث، هذا محدد الترتيب 1 2 3 4، لأنه اسمه مقابلة محددة بشكل مسبق، الأسئلة موضوعة وترتيبها موضوع. أما ببقية الأنواع ما في مانع اسأل السؤال الأول بدل الثاني أو الثاني بدل الأخير، مثلاً ممكن أنا اسأل السؤال الأخير أول شيء، واضح؟ عدد الأسئلة، بالنسبة لعدد الأسئلة في المقابل في المقابلات المحضر لها بشكل مسبق بيكون العدد ثابت، أما بالبقية في فيني أنا غيره، واضح؟ option to ask additional questions، في المقابلات المحضر لها بشكل مسبق لا أستطيع أن أضيف أسئلة سؤال جديد، أما بالبقية ممكن. طبعا لا أنا كون محلكم رح يخطر بالي سؤال، أخي أنت شلون عم تقول ما فيني أنا أغير الأسئلة البحثية وبنفس الوقت عم تقول يا أخي ممكن تضيف سؤال؟ عندما تسأل سؤال إضافي يجب أن يجيب جواب يدعم الأسئلة الرئيسية. ركزوا معي، إذا عندك أربع أسئلة بحثية لكن أنا في سؤال معين ممكن أنا أتلقى منه إجابات تدعم أكثر هذا السؤال من خلال أسئلة فرعية، واضح؟ يعني ممكن أنا أسأل أسئلة فرعية ولكن هي الهدف مين؟ السؤال الرئيسي، أنه جاوبني على السؤال الرئيسي. طيب في عنا شيء اسمه سيرفي، ما هو السيرفي؟ شو هو؟ شو هو السيرفي يا جماعة؟ ما هو السيرفي؟ أول مرة تسمعوا بهالكلمة؟ سمعانين، حلو، مين سمع بهالكلمة قبل هالمرة يرفع إيده؟ مين ما سمع بهالكلمة قبل هالمرة يرفع إيده؟ طبعاً هذا دليل على أنه سيرفي، السيرفي هو الاستبيان أو الاستبيانات، الاستبيانات السيرفي هو وسيلة بحثية
لجمع المعلومات حول مجموعة من الناس، يعني حول مجموعة معينة من الناس مثلا. يعني أنا بسأل مجموعة من الناس أسئلة محددة وتحليل هذه النتائج من أجل أن تقوم بسيرفي ناجح. لكي تقوم باستبيان ناجح عليك أن تتبع الخطوات التالية. ليس كل استبيان هو استبيان ناجح، حتى تحقق نجاح الاستبيان يجب عليك أن تتبع الخطوات التالية. أولا حدد من هم المشاركون في الاستبيان. يعني أنت بدك تحدد الناس يلي بالفعل بيعطوا القيمة العلمية المطلوبة للاستبيان. 2 قرر نوع الاستبيان، هل هو عبر الإيميل، هل هو أونلاين يعني فورا مثل المينتيمتر مثلا أو السلايدو، أو بشكل شخصي. يعني ممكن أنا كتير بيجيني أو بيجيكم أنتو كمان أوراق مطبوعة فيها اسم، شو اسمك كذا، اين قسم كذا، شو بتدرس، شو مواد، بدك تجاوب بالقلم، واضح؟ فبدك تقرر الطريقة، هل هي أونلاين، هل هي عبر الإيميل، هل هي in person يعني شخصي. 3 صمم أسئلة الاستبيان والخلفية، يعني شكل الاستبيان اللي اوت، يعني شكل الاستبيان، الخلفية الاستبيان. 4 قم بتوزيع الاستبيان. هلا كلمة 4 مهمة، طبعا مهمة. ليش؟ في ناس بيعملوا استبيان بيطبعوا مثلا 50 ورقة، بيروح بيعطي لفلان 10 ورقات ولفلان 10 ولفلان 10 وبيقول له روح وزعهم. هذا الشخص اخذ 10 ورقات وراح كبهم، مظبوط ولا لا؟ ما يعني صاحب الحاجة أرعن، إذا ما صاحب الحاجة هو اللي يعني تابع الشغل. أما أنا عند اللي بروح بحدد المشاركين بكتب أسماءهم. هلا الاستبيانات الفاشلة شلون عم بتصير؟ إنه عم تنبعث الاستبيانات عشوائيا، مين ما كان يجاوب عليها. لا، أنا بكتب قائمة بأسماء الناس اللي راح ياخذوا الاستبيان وببعث لهم إياه بشكل شخصي باسمهم، وتاني يوم أو تالت يوم بطلب منهم يعطوني نتيجة الاستبيان. هيك الاستبيان بينجح. أما والله أنا مثل هذا اللي بيوقف عباب الجامع وبيكون معه نشرة إعلانات، هاي اللي بتعرفوها، هاي بيصير بيوزع، روحوا في عنا مغزلة سيارات، عنا كذا، عنا ما بتعرفوها، ما هيك ما بينجح هذا. في الناس بتشيلها وبتكبها مباشرة. 5 حلل النتائج أو حلل الإجابات. 6 اكتب تقرير النتائج، بدك تكتب تقرير النتائج. ما هي فوائد ومساوئ الاستبيان؟ ما هي فوائد ومساوئ الاستبيان؟ من فوائد الاستبيان أنه يجمع يعني تغذية راجعة، فيدباك، شو معناتها تغذية عكسية أو تغذية راجعة، من الداتا النوعية، الكواليتيتيف يعني الداتا النوعية. 2 perfect for collecting emotional feedback، جيد جدا من أجل جمع التغذية العكسية التي تعبر عن العواطف. يعني أنا من خلال الاستبيان بحسن استخلص شو طبيعة تفكير هذا الإنسان وشو هي مواقفه وشو هي مشاعره. 3 أكثر يعني more direct، شو معناته more direct؟ يعني لا مباشرة بشكل أكبر من تفسير البيانات السلوكية. يعني هاي بتعطيك إجابات محددة مباشرة، ما في داعي أنه أنت تصير تفسر على كيفك، واضح؟ أما في بيانات أخرى اسمها البيانات السلوكية اللي أنت بدك تحلل أو تفسر أنه ليش هيك سوى هذا الإنسان أو ليش هيك عمل، واضح؟ 4 cheaper
and faster than A-B testing every option. يعني هي أسرع، الاستبيان أسرع حتى من أنه تعطي أسئلة مثلا وربما إجابات بنعم أو لا أو كذا، ممكن واحد فورا يعطي إجابته بشكل مباشر. هي أسرع وأرخص، أرخص أقل تكلفة. Easy to implement، سهلة التطبيق، ما في أسهل من أي واحد منكم يدخل على كوبو هذا برنامج يعني أو موقع ويعمل استبيان خلال دقيقتين، مو هيك؟ Fast data collection، ما في أسهل من إني أجمع الداتا. Effective remote data collection، فيني أنا أساوي الاستبيان عن بعد يعني أونلاين أو كذا، فهي يعني الأونلاين فيها سهل. Disadvantage، من مساوئ الاستبيان أنه يعطي إجابات لعينة معينة وليست عامة. أنا ممكن استبين عن شيء معين من 10 أشخاص، من 15 شخص، بس بالحقيقة هدول عينة، أنا ما حصلت على داتا تعبر عن الواقع. مظبوط هالكلام ولا لا؟ 2، تقلل نسبة الإجابات. دائما الاستبيانات بتكون ملفوظة من قبل الآخرين، يعني ما حدا بيحب الاستبيان، ما حدا يعني ممكن واحد يجاوب مرة ومرتين ثلاثة ما يعود يتجاوب مع هالموضوع. فالاستبيانات ليست طريقة محبذة، يعني تعقول لواحد خيو خو هالاستبيان عبي لي بس مراده يعبي هالكم سؤال ويخلص، ما عنده حتى وقت انه او ما عنده رغبة انه حتى يقرأ بينما لو يكون مشارك بورشة عمل، لو يكون مشارك بورشة نقاش مركز، أولا عم بيسمع آراء الآخرين، في قدامه شغلة عم ياكلها، في مثلا مشروبات، في هيك نقاش بتلاقيه. أما والله خود عبي هالاستبيان، بيقول لك بس بدي اشخاطه أنا وخلص وأطلع وبعد شو هالاستبيان وشو هالحكي الفاضي. في ناس هيك بينظروا للموضوع. هلا هون عم يقول لك انه الشرف، او خلينا نقول هون النزاهة، اونستي، النزاهة والقصد يؤثر على دقة الاستبيان. طب انا ما كل شيء مكتوب يا اخي، ممكن هو يكون عم يقصد شيء عكس اللي عم يكتبه. يعني انا ما بحسن من خلال الكتابة اني قدر انه هذا الزلمة يعني اتجاهه إيجابي، قد يكون اتجاهه سلبي. مظبوط هالكلام؟ يعني أنا ممكن أسأل بالاستبيان شو رأيك بجامعة حلب أو بقاعات جامعة حلب، في كلمة ممتاز، جيد، وسط، مقبول، ما هيك؟ طيب ممكن هو يكون كتب جيد، خيو ممكن يكون كتب جيد. أنا حتى كلمة جيد لما بدي يجي ناقشه ممكن يطلع معه كتير تحفظات، بس هو طلع جيد، ما عنده خيار تاني انه يعبر. اما لو كان بورشة عمل بيقول لك يا اخي شوف، في شغلات ايجابية مثلا عندنا، قد تكون الاضاءة سيئة، هل الشاشة موضوع جيد، بس انا في قاعات كبيرة اخي انا ما عم بسمع الصوت، القاعة الفلانية كذا، التحليل بيجيب هاي الشغلات، اما الاستبيان ما بيجيبها. يعني التحليل بيروح بيقول لك 30% من قاعات جامعة حلب جيدة، 40% من قاعات جامعة حلب غير جيدة، أما الاستبيان ما بيجيب هالحكي، هذا ما بيجيب هاي النتائج. الأمور غير المقصودة أو التحيز، يعني ممكن واحد يتحيز لموقف معين، هذا التحيز لا يتضح من خلال الاستبيان، أما بيتضح بالمقابلة أو بيتضح من لأنه الاستبيان شيء مكتوب، أنت ما عم تشوف الوجه، يعني ما عم تشوف الشخص لما عم يحكي، أنت عم يعطيك شيء مكتوب. شو عرفك أنه أنت شو هو الفيتشرز، شو هي تقاسيم وجهه لما حكى هالكلام هذا؟
تصميم الاستبيان الضعيف يؤدي إلى ختام سيء، يعني نتائج سيئة. قد يكون شكل الاستبيان شكله مو كويس، يعني يا أما فيه أسئلة كتير، يا أما الكلمات صغيرة، يا أما فتصميمه إذا كان سيء فهذا أو اللي بده يقرأ الاستبيان أول ما بيقرأه بيقول إيش هو هالاستبيان هذا، فبيروح هو بيجاوب لا غير مهتم لهذا الاستبيان. واضحة ولا لا يا شباب؟ 100%. طيب مهارات إدارة الميزانية بجت، شو معنى بجت؟ الميزانية طبعا هي القدرة والمعرفة عندما تخطط وتنظم النفقات. spending شو معناتها؟ النفقات في العمل. يمكنك أن تستخدم هذه المهارات في مجالات، في سياق أو في مجال سياقات مختلفة من هذا الموضوع. على سبيل المثال أنك تشرف على موقف مالي لأعمال معينة للمساعدة في صرف أو في الصرف أو يعني دفع النقود لمشاريع قصيرة الأمد. فأنت إذا كان عندك مهارة في إدارة المال، في إدارة المال بحيث أنه تنفق على مشاريع معينة بشكل علمي وبشكل مدروس، فأنت عندك خبرة وعندك مهارة بإدارة الميزانية. هنا بعض الطرق التي تستخدم في إدارة الميزانية. أولا التواصل مع أصحاب المصلحة لشرح توفر التمويل. الفند شو معنى فند؟ فند 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 التمويل. And identify a team long term financial situation، وتعريف الفريق بالوضع المالي. يعني لازم يكون في كشف حساب. انت ما بس بدك انت تشرح لأصحاب المصلحة انه هذا المشروع هيك ميزانيته، لا بدك تشرح لهم الوضع المالي، شو هي النفقات اللي عم تصير، كشف حساب. يعني ليش؟ لأنه هذا بيعمل ثقة. أما إذا ما في كشف حساب بده يكون في عنا إيش؟ شك. 2 إصدار مخططات باستخدام السوفتوير الذي يدعم الميزانية. في شيء خاص بالميزانية اسمه بادجت سوفتوير. يعني أنت لو رحت على الإنترنت وكتبت بادجت سوفتوير بيطلع لك برامج، هاي برامج حساب الميزانية أو إدارة الميزانية. واضح؟ To display relevant data about spending and income during staff meetings. لازم أنت تروح يكون عندك مخططات تحليلية، تكون مطالعة من إدارة، من برامج إدارة الميزانية أو ضبط الميزانية، وتقوم بعرض هذه المخططات والنفقات التي تتم. يجب أن تعرضها على الفريق لما بتجتمعوا سوا. ثلاثة لازم أنت تقوم بتحليل مالي. conducting يجب أن تقوم بتحليل مالي ومراجعة. review شو معنى review؟ مراجعة للصرف، شو صرفته يعني، شو صرفته. لتتحقق to confirm، شو معنى confirm؟ للتحقق بأن الفريق قد استخدم الميزانية
بالشكل المناسب appropriately and following the budget وبشكل يتبع الميزانية، يعني بشكل يوافق الميزانية. إذن أنت لازم ترسم مخطط، لازم تعمل تحليل مالي بعد ما مثلا كل مرحلة من المشروع، أنه أخي هيك النفقات صارت، هيك الفريق ساوى، هيك صرف الفريق كذا، ليطلع معك أنه فعلا الفريق التزم بالميزانية، التزم بالميزانية. طبعا يا شباب معه لنشوف. كويكن كويكن طبعا هذا بينشئ ميزانيات شهرية وتقارير مالية. كويك بوكس أيضا منتج شهير لإدارة الميزانية والمحاسبة للشركات الصغيرة، تتبع الفواتير والنفقات وإعداد التقارير المالية. مينت ربط الحسابات المصرفية وبطاقات الائتمان وإنشاء ميزانيات شهرية. وايناب you need a budget، هيك يعني هذا اختصاره you need a budget، برنامج شهير لإدارة الميزانية الشهرية. ويخطط الميزانية على مبدأ، اسمعوا المبدأ، شوفوا على المبدأ، كل دولار له وظيفة، كل دولار له وظيفة.